أنا عايز أقول لك على حاجة، واللي بقولها لكل الناس اللي بتسمعني، العبرة مش بالمجالس، العبرة بالإرادة، إرادة الناس، إرادة الموظف اللي موجود في المكتب اللي مش عارف إن هو لما بيوقف حال إجراء ده بيعود على إزاء كبير جدا لبلده، حتى هنا في المدارس اللي انتوا بتعملوها، حتى المدارس اللي بتعملوها. يا ترى بتدرسوا للطلبة ديت ان هو يبقى جزء من فهم ان هو كعامل ما يقبلش انه يشتغل من غير اتقان او من غير ادراك او مش بكامل ساعة عمله، ان هو يقولك اديني مرتب زيادة وخلاص. علمتوهم الكلام ده، جهزتوهم وعلمتوهم ان هم لا، محدش يقول لي محدش يعمل لي كده ان الموضوع لا لا طبعا. وعي مظبوط. انا وانا في وانا صغير بتعلم، كان ساعتها حرب الاستنزاف بتحصل، كان المدرسين وهم بيعلموني يقولوا الغلطه وخسائرها، الغلطه وخسائرها، الغلطه وخسائرها، عشان احنا نبقى متعلمين ما نغلطش عشان ما نخسرش. انا النهارده عايز الطالب ده مش اعلمه انه يبقى ماهر فقط، لا، انا عايز اعلمه انه يبقى مسؤول كمان، يبقى مسؤول معايا في المنشاه الصناعيه اللي فيها دي، يبقى جزء ايجابي فيها، ما يبقاش كل هدفه ان انا اقول مرتبي فقط، لا، مرتبي بالدور اللي هقوم بيه عشان انجح المنشاه ديت. ده كلام لازم تهتموا بيه، لان دي مشكله في بناء الشخصيه، في بناء الشخصيه بتاعتنا في مصر. والا ما كانش النهارده تبقى في شركات كتيره موجوده في البلد. الشركات ده انا بتكلم عن القطاع العام ما بتحققش ارباح، وناس تقول لك ادينا حوافز. لو هو مدرك كويس قوي ان انا بجيب له الحوافز دي من دم بلده، من دم بلده وبديها له عشان اسكته، ما كانش يعمل كده. كان يبقى همه ان هو وقاعد في المصنع اللي شغال فيه ازاي يشتغل، ولو ما يشتغلش يقول للمدير بتاعه انا ما بشتغل، شغال ليه؟